العملية انطلقت في جو هادئ جدا. الإجراء الانتخابي كما هو معتاد، إضافة استثنائيا هذه السنة عندنا إجراء بروتوكول وقائي. وكما تلاحظون قسمنا العملية الانتخابية إلى ثلاث محطات. المحطة الأولى متواجد هناك غسل اليدين باستعمال صابون سائل. المرحلة الثانية كما تلاحظون هي مرحلة التعقيم ولبس الكمامة، على المستوى يتم التعقيم بواسطة الكحول وارتداء الكمامة. أما المرحلة الثالثة فهي انطلاق العملية الانتخابية العادية. هنا كان التزاما بالإجراءات التي وصلتنا من السلطة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالوقاية داخل المكتب، أعطيت أيضا تعليماتنا، أعطينا تعليمات إلى السادة رؤساء المكاتب بالالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية.